من شوية كده في صديقة لينا بعتت لي على الانستجرام، قالت لي يا أستاذ محمد إحنا 4 بنات مرتبطين، 4 أصحاب مرتبطين، وإحنا الأربعة تايهين، مش عارفين الأشخاص اللي إحنا مرتبطين بيهم دول بيحبونا بجد ولا لا، يستاهلوا إن إحنا نضحي ونضيع سنين عمرنا عشانهم ولا لا. في واحدة منهم متجوزة، وفي واحدة منهم مخطوبة، وفي واحدة كمان ليها علاقة على الإنترنت، يعني كافة أنواع الارتباط اللي احنا ممكن نواجهه في حياتنا. قالت لي باختصار: يا ريت يا ريت ورجاء مننا كلنا واحنا متابعين ليك إن أنت تعمل لنا حلقة كافية ووافية تحط لنا فيها العلامات اللي نقدر واحنا قاعدين كده نعرف الشاب اللي احنا مرتبطين بيه ده جد ولا كذاب ولا خلاص ما نعرفوش تاني. وانا استجبت ليهم وحسيت ان الحلقة دي هتكون مفيدة قوي. هو يمكن انا اشرت للموضوع ده في حلقات كتير، بس النهاردة هنحط اقوى 10 علامات تدل ان الشخص اللي انت مرتبطة بيه ده كذاب، غير جاد، منافق، ما يستاهلش، اوعي تكملي معاه، ولو كملت بعد كده ما تزعليش من اللي هيحصل لك. حلقة ان شاء الله هتخرج اي بنت هتسمعها مرتبطة ايا كانت علاقتها من الظلام للنور، بس تحسبها بالعقل. باختصار 10 علامات، 5 علامات فأكثر موجودين في الشخص ده إذا هو لا يصلح. خلوني سريعا أرحب بيكم وأدعو اللي مشتركش في القناة إن هو يشترك عشان إشاراتنا تفضل توصل له، وتعالوا بينا نبتدي وشيروا على قد ما تقدروا رجاء أن الحلقة دي مفيدة، وندوس لايك توصل لبقية أصدقائنا، وتعالوا بينا نبتدي بأول علامة. أول علامة قلناها قبل كده: الغياب والرجوع. يغيب يومين ويرجع يومين، يرجع اسبوع ويغيب له 3 ايام، ومش بتكلم لو ده حصل مرة يعني، لا، لو باستمرار، ودي فلسفة وطبيعة تعامله معاك. مش هنطول في العلامة دي، واضحة قوي. العلامة التانية: محاولة استغلالك ماديا او جسديا. واضحة، بيحاول ان هو يستغلك بشكل مباشر او غير مباشر ماديا او جسديا. العلامة الثالثة: عدم التنازل أبدا، عدم التنازل أبدا. الشخص ده ما عندوش نية في أغلب المواقف والأحيان اللي انتوا بتتعرضوا لها ان هو يقدم تنازلات أو يجي على نفسه علشان خاطر كده. 3 علامات قوية أوي صدقوني واضحة. الرابعة: نيفر، استحالة ان هو يعتذر حتى لو غلطان. مش هعتذر، ما عندوش ثقافة ولا فلسفة الاعتذار. انت مين عشان اعتذر؟ وانت ناسي انا مين وانت مين؟ ما ينفعش ان انا اعتذر، انا كرجل ما ينفعش ان انا اعتذر. طيب انت غلطان، اهو اللي حصل، وعاجبك عاجبك او مش عاجبك مش عاجبك، وممكن يقولها لك كده مش بشكل دايركت، ممكن يقولها لك بشكل غير مباشر، تصرفاته بتدل على كده. العلامة الخامسة: سهولة التخلي عنك. يعني انا هزعل، ازعلي، انا هغيب ما يسألش، انا زعلانة منك وبراحتك، اولعي، اتفلقي، لما ترجعي لي ما بجريش ورا حد، مش هزعل عليكي، مش هجري عليكي. ومش شرط ان هو يقول كده بشكل مباشر، ممكن المواقف والافعال تدل على كده. هو معناها ايه لما يبقى غلطان وعارف ان انا زعلانة وسايبني؟ معناها ايه لما ابقى بقالي فترة ما بكلموش وعارف ان انا ما بكلموش عشان مستنية يصالحني وما بيصالحنيش؟ ما هي دي كلها تترجم العنوان الكبير ده: سهولة التخلي عني. ارحلي، امشي براحتك، مش هبكي، ما انتش فارقة قوي معايا. حتى لو ما قالش ده بشكل مباشر، افعاله بتدل على كده. وفي مثل حلو قوي يقول لك: اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، اعمى وستين اعمى كمان. علامة الستة: ويا ريت قبل ما نكمل كل وانسة تكتب لنا لقت كام علامة، نكتب كده نعمل احصائية ونشارك بعض، احنا في الاول وفي الاخر عيلة واحدة. العلامة الستة يعني صعوبة او البخل في الانفاق عليكي. هو ممكن يكون معاه فلوس بس ما بيصرفش عليكي في الهدايا، ما بيجيبش حاجات قيمة، ما عندوش استعداد ان هو يعزمك، ما عندوش استعداد ان هو بخيل. هو بخيل، الشخص ده معاه فلوس او ما معاهوش بخيل. انت خسارة ان انا اصرف عليكي، انت خسارة ان انا انفق من فلوسي عليكي. ودي بتبقى يعني بتفهميها انت على فكرة، البنت، او من كلامها وتعاملها والمواقف كمان اللي بتجمعهم هما الاتنين مع بعض، من العلامات القوية اوي. لان هو في نيته ان احنا مش هنكمل سوا، ان مش انت اللي انا عايزك، فالحاجة اللي خلاص ماهيش ليا ولا هتبقى بتاعتي انا اصرف عليها ليه؟ انا اخسر عليها فلوس ليه؟ انا احوش الفلوس لحاجة تانية.
العلامة اللي بعد كده، العلامة السابعة، بيغلط فيكي باستمرار، بيغلط فيكي باستمرار على اللي يستاهل واللي ما يستاهلش. على فكرة اللي بيحب بجد حتى لو حبيبته أخطأت ما يغلطش فيها، ما يغلطش فيها، يعني بيبقى في طرق تانية ممكن يعاتبها، ممكن يعرفها غلطها في الهدوء. إنما الشخص اللي على طول ده دب ويغلط ويشتم لأنك سهلة، لأنك ما بتعنيلوش الكثير، لأنه مش في نيته يحافظ عليك. وزي ما احنا بنقول مثل كده، تروح معزة وتيجي غزالة، يعني في مثل هو بيمشي معاكي بالمنطق ده. وسيبك من كلام بحبك وحشتيني، هي مواقفك أفعالك اللي تترجم انت بتحب بجد ولا لا. علامة التامنة، على طول متعصب عليك، على طول الكلام بعصبية، بنتناقش في حاجة بقول وجهة نظري عادي هو متعصب. ليه؟ ليه؟ لأنه شايفك قليلة، لأنه شايفك يعني سوري في اللفظ أي كلام، لأنه شايفك مالكيش قيمة أوي، فبتعصب، فما بنقيش أسلوبي وأنا بتكلم معاكي، ما بحافظش على انفعالاتي، هتعصب وإذا كان عاجبك ولا ما هوش عاجبك. أيوة كل دي علامات ممكن منها المقصود والغير مقصود، إرادية ولا إرادية. اوعي الحاجات دي تفوت عليكي. ويا سلام لو كنت في البداية قبل الارتباط الرسمي، أو ما تتعلقي بيه أوي، قبل ما تتعلقي بيه أوي، الحقي نفسك. العلامة التاسعة وقوية جدا، هتلاقيه بيحاول يفصلك عن أهله، يعني مش عايز يقربك أبدا من عيلته أو أي حد من أهله، أو يحكي أو يكلم أي حد من اللي يعرفوه عنك، عشان وقت ما يقولك مع السلامة ويركب جناحات محدش يسأله هي فين، وما تعرفيش انت توصلي لحد من أهله وتعملي له إزعاج. خلي بالك من الكلمة دي، أو خلي بالك من الموقف ده أوي، أو من العلامة دي أوي، بتكون قوية أو مؤثرة أوي. علامة العشرة، التقليل منك دايما، ومن كلامك ومن مبادئك ومن طموحاتك ومن أهدافك، قاصد ولا مش قاصد كل حاجة، يعني ايه التفاهة دي، ايه التفكير ده، كل حاجة بتحس ان هو متعمد او غير متعمد ان هو يقلل منك، لا يحترم وجهة نظرك ولا يحترم طريقة تفكيرك ولا يحترم فلسفتك. وانا ممكن اعوز اغيرك عادي، بس بالهدوء امشي معاكي واحدة واحدة، لاني بحبك وبخاف على زعلك وعايزك في احزن في احسن صورة، ولكن ما تعمدش ان انا اقلل منك او اتصيد لك الاخطاء عشان اقلل منك واطلعك قليلة قدام نفسك، ولا سيما قدام المحيطين بتبقى باينة قوي. خلي بالك صعب ان هو يغيرها لو كانت الصفة السيئة دي فيه، هتلاقيه دايما بيقلل منك، وهيخلي عاجلا ام اجلا المحيطين يقللوا منك، لانه هو ما عملكيش قيمة من البداية. باختصار انا كأنثى دلوقتي يعني اقدر بقى اقيم علاقتي، وانا بستعجب قوي لما يعني أنثى تلاقي في شاب فيه الصفات دي او اغلبها ومكملة مع لحد دلوقتي، وبترفض فرص يعني يعني قوية وأحسن منه عشانه، وبتضيع سنين عمرها اللي من ذهب عشانه، وبتعادي أهلها علشانه. فوقي أنا يعني بوجه نداء لكل بنت، لأن أنا أغلب متابعيني بنات ونساء ولازم إن أنا أهتم بيهم، بوجه ليهم نداء فوقه، اصحوا اللي فات مات، ومن النهاردة ورقة وقلم واكتبي، خليكي صادقة مع نفسك دقيقة واحدة، مرة واحدة، عشان تقدري ان انت تنجي وما تبقيش يعني ما تبقيش ضحية، ما تقعيش ضحية وبعد كده تقولي اعمل ايه. عامة انا اتمنى الحلقة دي تكون افادتكم، شيروا على قد ما تقدروا، دوسوا لايك رجاء توصل لبقية اصدقائنا. قنواتنا التانية يعني دايما بقول اللي يحب ان هو يشوفنا اكتر من مرة، اسأل محمد وعيلته وهاتريك كورة، الانستجرام والفيسبوك، كل الروابط دي في وصف الفيديو، او لو انت على الفيسبوك هتلاقيهم في التعليقات، وهتوحشوني جدا.